بينما تعرض شاشات التلفزة والمنصات الرقمية فظائع القتل وأوجاع الفلسطينيين واللبنانيين بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، طومت شاشات بورصات عالمية بالأخضر في جني جنوني للأرباح على وقع صفقات أسلحة بعضها محرم من مصانع الأسلحة الغربية إلى جيش الاحتلال. آلة اقتصاد الحرب تعمل بأقصى قدراتها منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وأثرياء الدم يجنون المليارات من تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية ليطلق كيان الاحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة المحاصر ولبنان الغارق في أزمات اقتصادية وسياسية منذ عقود. أزقة غزة ولبنان تروي حكاية ألم وفقدان، مشاهد دمار وشهداء وجثث تحت الأنقاض، وهناك من يبحث عن مأوى هربا من ماكينة الحرب. هذا ما نراه على شاشات التلفزة، لكن شاشات الأسواق المالية العالمية تضيء باللون الأخضر وسط طوفان الأرباح المتسارع لكبرى شركات الأسلحة وغالبيتها أمريكية. تفاقم الصراع على مدار العام الأول لم يخلو من مطالبات بوقف تزويد الاحتلال بالأسلحة في وقت رصد خبراء استخدام أنواع محرمة دوليا، حيث تخطت مبيعات كبرى شركات الأسلحة حاجز 150 مليار دولار. صحيفة غارديان البريطانية كشفت أن واشنطن تزود الاحتلال 69% من احتياجاتها من الأسلحة، فيما تحل ألمانيا ثانيا بنسبة 30% وإيطاليا بنسبة 1% في المرتبة الثالثة. كيان الاحتلال تلقى من واشنطن مساعدات عسكرية بحجم 17.9 مليار دولار منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر وحتى أيلول سبتمبر، وهي أكبر حزمة مساعدات عسكرية أمريكية منذ بدايات خطوط إمدادها قبل 65 عاما، وفقا لمعهد واتسون للشؤون الدولية والعامة. الإنفاق الأمريكي تنوع بين تمويل عسكري أجنبي وتزويد الاحتلال بمعدات دفاعية وتجديد الأسلحة من المخزونات الأمريكية. معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة رصد 15 سلاحا زودت الولايات المتحدة كيان الاحتلال به منذ عدوانه على غزة، من قذائف مدفعية، صواريخ مضادة للدبابات، أجهزة رؤية ليلية، صواريخ هيلفاير موجهة بالليزر. فإذا كان الغزو بالسلاح يقلب موازين العدالة وينسف القانون الدولي، فهو يحقق فوق ذلك أرباحاً مغموسة بالدماء للدول الراعية للاحتلال ومصالحها الجيوسياسية. فمن يدافع عن البشرية مع فشل القوانين والأعراف الدولية في وقف العدوان؟